متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم. حديثنا اليوم: هل دم انغراس البويضة يحدث في وقت نزول الدورة الشهرية أم قبلها؟ انغراس البويضة يعتبر أهم خطوة لحدوث الحمل، فعملية الحمل ليست بهذه السهولة التي نتوقعها، ولا تتكون من خطوة واحدة فقط حتى تكون أكيدة، بل مكونة من العديد من الخطوات، وقد تقابلها الكثير من المشكلات. انغراس البويضة في الرحم هي تلك الخطوة التي يتم فيها التأكد أن الحمل بات أكيداً، فأحياناً بعدما تشعر النساء بكل أعراض الحمل، لكن لم تكن انغرست البويضة بعد، حينها لن يظهر أبداً في جميع الاختبارات بأنك حامل، لأن في ليلة وضحاها قد تنهار بطانة الرحم، وبالتالي لا يحدث الانغراس ولا يكون هناك حمل، وتعتبر أيضاً من أهم المشكلات الصحية الخطيرة والتي تحدث من عدم الانغراس هو الحمل خارج الرحم، حيث تقوم البويضة بالتحرك داخل الرحم بصورة حرة، فتستقر في أي مكان غير مناسب. اتفقت جميع النساء أن أحد أهم مظاهر مراحل الانغراس هو النزيف، وعلى حسب ما قالت معظم النساء أن دم انغراس البويضة يبدأ في نفس الفترة التي تنتظر فيه الدورة الشهرية، لدرجة أن بعض النساء تظن أن هذه الدماء هي دماء الدورة الفعلية، لكن لا يكون النزيف يشبه الدورة، لأنه في بعض الحالات قد يأتي مبكراً عن الوقت الفعلي لانتظار الدورة بأسبوع أو 5 أيام، وتعرف المرأة أنه قد يكون وقت الانغراس لأن هذا النزيف يكون أكثر من الدورة، أي أن كمية الدم في فترة الانغراس والتي تخرج في ساعتين تكون بمقدار دم الدورة الشهرية في يوم واحد بأكمله. وعلى هذا يجب العلم أن دم الانغراس يأتي قبل موعد الدورة الشهرية أو أثناء الموعد، لكن لا يأتي بعد فترة الدورة. تأتي هذه البقع مرة واحدة فقط في اليوم، بينما تأتي لبعض النساء على مدار اليوم أو لمدة 3 أيام، لكنها لا تزيد عن ذلك. وبناء على هذا الأمر، كل ما عليك القيام به هو الموازنة بين لون دم الانغراس والحيض، وهذه الطريقة ستساعدك في تخفيف التوتر الناتج عن انتظار حدوث الحمل بفارغ الصبر.